بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحث نشر عام 2019، بحث غريب من نوعه. أنا أقرأ لكم الآن من موقع ناشونال جيوغرافيك الشهير: جبال أعلى من جبال الهيمالايا في باطن الأرض على عمق أكثر من 600 كيلومتر. الحقيقة هذه نتيجة مفاجئة. كيف نحن نعلم أن الجبال موجودة على سطح الأرض ولكن في باطن الأرض هناك جبال؟ استمعوا أيها الأحبة عن الأدلة الجديدة حول تركيب باطن الأرض. تركيب عجيب جدا أحبتي في الله. الحقيقة درس العلماء هذه الظاهرة من خلال مقاييس الزلازل. المفترض كانوا يعتبرون أن الأرض كروية طبعا أو شبه كروية، وطبقات الأرض عبارة عن طبقات مستوية بعضها فوق بعض، 7 طبقات. ولكن عندما يكون لدينا طبقة مستوية وفيها نتوء هكذا، هذا النتوء الجبلي عندما تأتي الإشارة الزلزالية، لأن العلماء كيف يقيسون قوة الزلزال؟ من خلال الاهتزازات التي تحدث في باطن الأرض. تحدث هذه الاهتزازات في طبقات الأرض تولد إشارات يلتقطها مقياس الزلازل كما تعلمون. هذه الإشارات إذا كانت الطبقة مستوية هكذا تعطي نوع معين من الإشارات، ولكن إذا كان لدينا نتوء هكذا على شكل جبل فإن الإشارات ترتد يمينا وشمالا وإلى الأعلى، يكون لدينا 3 إشارات. هذه الإشارات تغير شكل المنحنى البياني الذي يرسمه مقياس الزلازل، فيتعرف العلماء من خلال هذه الإشارات سبحان الله إلى أن الأرض فيها جبال ترتفع 40 كيلومتر. نحن نعلم أن أعلى قمة على الأرض الآن هي قمة إيفرست بحدود 8.8 كيلومتر. الجبال في باطن الأرض ترتفع من 40 إلى 50 كيلومتر وربما أكثر طبعا. القياسات التي ستأتي لاحقا ربما تخبرنا بجبال أعلى وأكثر يعني يقولون هنا ترتفع أو موجودة على بعد حوالي 410 ميل، يعني بحدود 600 كيلومتر أو قريبا من هذا. طبعا أيها الأحبة هذا البحث نشر في مجلة ساينس، واعتبروا أن لدينا نظاما غريبا، يعني النظام الأرضي نظام غريب الأطوار. لماذا هذه الجبال؟ ولكن العلماء في يعني معهد طوكيو للتكنولوجيا يقولون حتى الآن نحن نجهل تركيب الأرض. حتى الآن نحن في القرن 21 حيث يدعي الملحدون أنهم امتلكوا المعرفة لكل شيء، لا زال البشر يجهلون ماذا يوجد تحت أقدامهم أيها الأحبة. لذلك أنا أستحضر دائما قول الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلماء يقولون أيها الأحبة إن هذه الجبال يمكن أن يكون لها دور ضروري في موضوع التبادل الحراري أو التوازن الحراري على الأرض، لأن التركيب الغريب للأرض الذي هو على شكل جبال ووديان في باطن الأرض نقصد أو طبقات الأرض مهم جدا لاستقرار الأرض أكثر ولتوازن الأرض أكثر. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ هل تذكرون؟ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. لو كانت طبقات الأرض هكذا مستوية، وخلال دوران الأرض العنيف وخلال حركتها عبر المجرة عبر مجرتنا وعبر المجرات، فهذه الأرض يمكن أن تميد، أن تضطرب، أن تهتز هذه الطبقات التكتونية أو نقصد الألواح الأرضية، يمكن أن تميل وتحدث كميات كبيرة من الزلازل تنغص حياتك أيها الإنسان. لذلك الله سبحانه وتعالى وضع
على الأرض من الأعلى جبال ليثبت حركة هذه الألواح الأرضية، لأن درجات الحرارة عالية جدا في أعماق الأرض، فهذه الجبال بمثابة مثبتات لهذه الألواح الأرضية. كذلك وضع في باطن الأرض في طبقة تسمى الوشاح أو مانتل، وضع هذه التعرجات التي ترتفع إلى 40-50 كيلومتر صعودا وهبوطا، لكي يضمن لك أن تكون هذه الأرض مستقرة، حيث عندما تتداخل طبقات الأرض، هذه الطبقات تتداخل بهذا الشكل، فإنها تصبح أكثر متانة وأكثر تماسكا وأكثر توازنا. طبعا أيها الأحبة، في باطن الأرض يقول العلماء الحديد مهم جدا لتوازن الأرض، ومهم جدا لحماية الأرض من الرياح الشمسية القاتلة، لأن هذا الحديد هو من النوع المغناطيسي الذي يولد مجالا مغناطيسيا يمتد لأكثر من 60 أو 65 ألف كيلومتر، تصوروا أيها الأحبة. فهذه الكميات الهائلة من الحديد التي وضعها الله في باطن الأرض، في مركز الأرض، جعلها لخدمتك أيها الإنسان. سخر لك كل شيء لترتاح. ثم بعد ذلك نجد من يجحد هذا الإله العظيم. لذلك الله عز وجل عندما قال وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، أن تميد بهم، يعني الله عز وجل جعل في الأرض رواسي، هذه الرواسي تثبت حركة هذه الألواح الأرضية. لذلك سبحان الله، يعني والله أيها الأحبة لا نملك ونحن نقرأ مثل هذه الأبحاث إلا أن نزداد إيمانا وخشوعا، ونقول كما علمنا الله تبارك وتعالى وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. أيها الأحبة، هذا الإله العظيم لا يريد منك أكثر من كلمة شكر، كلمة عبادة، أن ترفع يديك وتقول يا رب، أن تطلب منه أكثر، أن تدعوه أكثر، أن تعترف بوجوده على الأقل. على الرغم من كل هذه الإثباتات أيها الأحبة، وأنها تأتي متفقة مع القرآن، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، هذه الرواسي موجودة على السطح وموجودة في أعماق الأرض لضمان استقرار الأرض. ما معنى تميد؟ أي تضطرب وتهتز. ولولا هذه الرواسي التي تثبت الأرض وتجعلها تستقر أكثر، بالفعل لرأينا هذه الأرض غير متوازنة ولاستحالت الحياة على ظهرها. لذلك أيها الأحبة، أشكروا نعمة الله القائل لئن شكرتم لأزيدنكم، وتذكروا هذه الآية الكريمة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.